فير بلاي. رجعنا من جديد في فاير بلاي، نحكيو على انتقال لاعب نادي الصفاقسي محمد علي الجويني للبطولة المصرية. معنا بالتليفون من مصر محمد علي، نحكيو معاه على انتقاله للبطولة المصرية. دلي اهلا بك. برشا حس بحذاك، برشا ريح بحذاك تليفون الريزو موش ولا بنتو، كان عندك كي تحاول تنحيه. تسمع فيا دلي؟ يعني الصوت قاعد يمشي ويجي. دلي حاطط، كان حاطط كيت نحي. لا معاك معاك ان شاء الله. تاريخ التمرين معناها اي في الكهرباء، فهمتك. باهي نحكيو شويه دلي، مرحبا بك. ساعة بالكولك التجربه الجديده ليك في البطوله المصريه، نحكيو على تحكينا شويه اكثر، اعطينا تفاصيل على انتقالك للبطوله المصريه. دلي عاش كثير والله. دالي الصوت ما فماش بالكل، ما عادش كان فما برشا ريح بحذاك، لو كان تسكر الشباك ما عادش تاع الكهرباء ولا تقف شويه من بعد دقيقتين. اي توا هكا خير شويه، انت على المباشره معانا محمد علي. اه كانت تنسيق بيني انا والوكيل نتاعي نور العجبه الحمد لله كبرها برشا. نبدا كان جاي نكتب مع مصر وشاف ان شاء الله. كيفاش كانت المفاوضات دلي؟ وما عادش كانت تحاول تشوف ما عادش حل باش نلقاو بلاصه خير، خاطر الصوت بهير بجمله معناها بريس كونفيرماس. والله هكا ان شاء الله تكون تسمع فيا. اول حاجه المفاوضات ثاني قلت لك كانت كل شيء في يد الوكيل نتاعي نور العيسى، وهي اللي عملت كل شيء. معناها انا جيت مشيت قالت لي راهو العقد فيه هكا وهكا، اوكي باعت العقد نتاعي ودخلت في صلب الموضوع على طول. معناها بديت نتهنى فرحت ان شاء الله لعبت مباراه وديه وتو مشيت للتمرين معناها. باهي كان فما كيف وكيل تونسي في الموضوع ولا فقط المصريه اتصلت بك وانهيت المفاوضات؟ يعني انا وكيل مصري الموضوع بتاع الفريق هذا، انا وكيل مصري كنا باتصال مع بعضنا وهي ديجا مسؤولة عليه في كل شيء. وان شاء الله انا قلت لك ديريكت نخلص الموضوع خاطر لبنتي ديجا عندي ماتش ضد اللاعب السوبر كور ان شاء الله والمباراه تكون تتويج. غريبه شويه دالي ان تكون وكيله مش وكيله، ما عندناش في تونس نحن. في تونس ما عندناش، في المغرب العربي ما عندناش الوكيلة والوكيلة في المغرب العربي. أنا من الأول زاد راني وقتي تعرفت عليه بيت شوية، من بعد كي شفت معاملتها مع العباد عرفت هي شنو قيمتها والعصر خير بنية رجل معناها الجمهورية كما نقولوا نحن عندنا بنية رجل. دليل من النادي الصفاقسي للفريق على الجيش، بون ما كانتش ممكن توصل تجربة مع السي اس اس، نعرفوا عقدك وفاه ما تمش اقتراح عليك التجديد ولا انت كنت راغب في المغادرة؟ لا ما كنتش راغب في المغادرة، السي اس اس على المراد ومحطتها قبل بصفقة قديمة عابت العقد. انا كنت مساهم انا في المحطة المصيرية قبل ما يخرج معاد العقد بتاعي في المحطة لاني كبيرة وصغيرة. خرجت في المحطة المصيرية فما عباد بالنادي يقولوا ما عنديش بيني فيهم خيرت المغادرة. باهي شنو الاهداف حطيتوها دالي في التجربه الجديده ليك في مصر؟ شنو الاهداف نتاعك خاصه ليك انت ولا الفريق طلع على الجيش؟ والله وقت اللي قعدت معاه رئيس النادي الاهداف هما اول هدف عندهم كاس السوبر. معلش لي على عندي كيف الفريق ناخذ واضح بو مش واضح برشا نوعية الصوت، نعتذر عليها سادة المستمعين مش مفهوم برشا الكلام اللي كنت تقول فيه. على كل نتمنى لك التوفيق محمد علي الجويني، حابين تكون معنا في مصافحه ليك من لاعبين تونس تواصلوا التوافد على مصر. بالتوفيق ليك ان شاء الله في تجربتك الجديده مع ناديك الجديد طلع على الجيش. هكا نكملوا الجزء الاول من حصتنا اليوم، الاخبار موزيكا وبعد